بالظبط، استكمالا طبعا للنواحي الدفاعيه ممكن نستعرض طبعا دور محمد الشناوي طبعا اللي كان ليه دور كبير جدا حتى في مباراه امس، شال اكتر من كوره امبارح كان ليها طبعا كانت ممكن تغير مسار المباراه. خلال الموسم طبعا هنلاقي ان محمد الشناوي لعب 29 مباراه، دخل مرمى 13 هدف، شباك نظيفه 18 مباراه شباك نظيفه ما دخلش فيه اي اهداف. رقم هايل بالظبط. هنلاقي النهارده كانت التصويبات عليه 81 تصويبه، صد منهم 68 بنسبه نجاح 84%، طبعا دور هايل لمحمد الشناوي كان ليه دور كبير بالفوز في البطولات السنه دي. طبعا امتياز لمحمد الشناوي اكيد لكل المنظومه الدفاعيه. برضو ممكن ناخد نموذج بسيط برضو من الخط الدفاع، ممكن ناخد محمد عبد المنعم برضو نتفرج على ارقامه. هنلاقي النهارده ان محمد عبد المنعم خاض خلال 21 مباراه طبعا بيتميز طبعا بالبيلد اب بتاعه والباص بتاعه جدا. كان مهم جدا طبعا النادي الاهلي بيستخدمها بشكل كبير. هنلاقي طبعا معدل تمريراته 91%، قطع التمريرات بتاعه 105، استخلاص الكره 299 مره، بيعمل ريكفري للبول بحيث ان انت تستعيد الكره وتبتدي تبني الهجمه. يمكن دول كده كنموذج بسيط للعيبه، طبعا مش هنقدر نجيب كل اللعيبه، ولكن بنقول ان كان ليهم تاثير في النواحي الدفاعيه وان الاهلي يخرج باقوى خط دفاعي الموسم الحالي. طيب جميل ده.